السلام عليكم. السلام عليكم. احمد بابكر الصوفي. طيب يا جماعه، نحن دايرين تكون عندكم امانه علميه، ما تنطوا لنا كتبكم وتجوا تدلبين لنا في البرعي ده. البرعي ده نحن والله بنريده صوفيه والله. شوف انتوا عندكم ابن الغيم في مدارج السالكين باب الفراسه قال ابن تيميه يحدثنا عن اشياء في انفسنا لم ينطق بها لساننا. الزود ده قال لهم كلامه جوا لكن ما مرقوه، قالوا لهم انتوا بتسووا كدي والبيحصل كدي وحصل. ولو من جيوش التتار جو للشام قالوا له ستقتل، قال لا، ستصلب لا، ستحبس هاي، انا بيحبسوني بطول حبسي. فدي المساله الاولى. المساله الثانيه بيقول لك صححه الالباني. الالباني ده انتوا قايلين انه مناجم، هم منو الالباني ده عشان يصحح لنا حديث؟ انت ناس كان جيت قلت لكم صححه علي عثمان محمد طه، خلاص تشيلوا بكلامي ده؟ الالباني ده انتوا كلكم هنا ده الحاضرين، كلكم هنا ده الحاضرين، ما احنا ما ماشيين بالالباني ده مولانا، ما تجيب لنا سنه من الالباني. شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في مداخلين دخلوا من ضمن المداخلين وإن شاء الله تعالى أنا برد عليهم وعلي الثالث، لأنه أنت عارف إن إحنا كنا بنسوق توك توك اللي هو موتر وكذا، وهسي بقينا مرات بنسوق أمجاد. الأمجاد دي فيها ثلاثة بساتم، أي ضبانة ده أنا خدتها بين البستم والسريدم وبعدين والراس برضو نردم لك رديم، لأنه جانا ده قبيل بتاع البلوزة، وأنا بنصحكم تسموه أبو بلوزة. الجانا ده يا جماعة باختصار دار يتفلسف علينا، دار يورينا الشفتنا. طبعا أنا سجلت النقاط دي تشت، الأخير ده عنده 11 نقطة بفنيده لك الست تشت إن شاء الله، وذاك القبلي والقال انا صوفي عنده 5 ولا 6 بجيها لك كلها ان شاء الله. لكن قبل ديل ذاك دار يتفلسف ويتجدع علينا ويشفتن، ونحن وكان عارفينكم ابو ديقن جايين، اهل الاسبوع الجاي جايين، شد حيلك خليك جاهز من نفسي، والمره الجايه البس عبايه عديل بلوزه ما بتحلك، والله انا ما اوريك عشان كده تعرف الحاصل. وقال الباص دي والله كان حجزنا لكم وكذا وكذا. الباسطة دي هذول بياكلوها الناس اللي في الرفرف زي ده طلع مننا، ما شايفه ماكل كيف؟ ده اكل الباسطة، ما عارف الحاصل. هذا قال كان معانا، قال والله انا كنت معاكم وطلعت منكم وما استفدت اي شيء. انت ما بتحضر حصة الباسطة، ما بتحضر حصة الدين يا هو زي ذاته. ما انا اوريك الحاصل، انا جايك للجغم نفر نفر وعاطل عاطل ان شاء الله. وانا والله متكيف من شهاب، دي من النقاط القبيل جاب الجنة ده، قال لي ايش شهاب زحة لا وز ولا شنو ولا تعب، جم الزمل وجابوا بكر وكذا. يا اخي سمة تعاون، الركن ده مكتوب فيه دعاة التوحيد، ما داعية التوحيد، تقرا زي الناس دعاة يعني مجموعة بيتعاونوا وكذا وكذا، بيجي ده بعد ده والى اخره، عشان ذات النسف والردم يتنوع، في ناس سنتهم حادة وفي ناس سنتهم بسيطة، كله يجيك ان شاء الله تعرف الحاصل. الجنة ده يا جماعة أنا ما دار أضيع وقتي كثير مع الأول ده أبو وستم الأول أبو بكر جزاه الله خير جيه وجزاه الله يتقبل منه، نبقى مع النفرين ديل. الأول قال أنا أحمد بابكر الصوفي، أنا أحمد البدوي السلفي، دي انتهت. قال البرعي والله بريده، أنا البرعي والله بكره، انتهت الموضوع ده. أنت بتريده لشنو؟ أنا بكره لأنه داعي الشرك، أنا بكره الزول لأنه داعي الشرك، لو بقى داعي التوحيد الليلة نحبه. بنبغض ليه؟ لأن الله تعالى قال في القرآن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، بعدها قال وبدا بيننا وبينكم العداوة برة والبغضاء جوا ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. البرعي ده بالله وحده ما عنده، بيقول انا خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله اسماعيل، قال كان جات مصيبه نادوا اسماعيل، واسماعيل ده قبل سنتين
الغفير ضبحوه اسماعيل راقد ما حجزه. السنه البعاده ولا البعاده قبه بركه رب فيه ذاته والله، يعني كان في مروحه كان جيهته ترمته ولا جرحته، لكن بركه رب الله ده ماسك السماء كم سنه. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا وهو فوق كل شيء الرحمن على العرش استوى. طيب النقطه الثالثه، قال ابن القيم، قال ابن تيمية يحدثنا بأشياء لم تنطق بها ألسنتنا. وتاني جاب نقطة التتار، دي حاجة يا جماعة اسمها الفراسة. الفراسة دي ما زول بيعلم الغيب، لكن زول بيقول أشياء أو بيتوقع أشياء وقد تصدق. زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول أشياء أحيانا أشياء، ويأتي القرآن موافقا لكلام شنو؟ عمر رضي الله عنه. ده في التحديث، خلي عمر رضي الله عنه. غير عمر رب العزة والجلال قال في القرآن إن في ذلك لآيات للمتوسمين، للمتوسمين أي للمتفرسين. وبعدين الفراسة دي ما ادعى علم غيب، من تيمية ما كان بيقول بكرة بيحصل كذا وإلى آخره وأنا جازم والموضوع ده أصلا لازم يحصل وكذا وكذا. أنت الليلة لو جيت زعلان أنا ممكن أقول لك انت بتقول كذا وكذا قبل ما تنطق به، زول جه زعلان وداري شاكلك وبينك وبينه موقف قبل ما يتكلم انت بتفهم كلامه. فدي نقطه من النقاط. اما مساله التتار وما التتار، الشبهه ذاته ما ضابطه، الجنده الشبهه ذاته ما ضابطه. ابن تيميه رحمه الله لما قال نحن بننتصر على التتار قال كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ، والشبهه ما تم ماله يقول ما تم جاسف سايد جند احمد بابي قرده يا اخي تم الجاسف في المنبر ده ما وريتك الحاصل. بعدين دار اديك نصيحه لانه نحن جداد تعرف الحاصل في الحكمه ساي، بيقول لك احذر ثلاثه، المويه بتغرقك والنار بتحرقك والسلفيه بتدمرك. انت فاهمه دي في الحكمه ساي، يعني الحكمه العامه يعني، لانه الله قال كذا في القران قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. طيب كتب الله في اللوح المحفوظ، الله يا جماعة كتب في اللوح المحفوظ إنه المسلم بينتصر على الكافر سواء كان من التتار أو من غيره. قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. انتهى الموضوع. طيب قال الألباني ده يضعف وكذا وكذا وما ناقش نقاش علمي، قال الألباني ده يا جماعة بضعف والألباني ده كلكم حاضرينه عشان كذا نحن ما بنقبله. يا جنى انت لما تقول كلكم حاضرين عشان كذا ما بنقبله دي ما حجه، هذه حجتك دي ذات عشان تعرف التناقض. البرع ده كلكم حاضرين ولا ما حاضرين؟ خلاص ما بنقبله. انت ما يا اول الباني حاضرين وانت ذاتك نحن حاضرين، كلكم احمد بابكر ده حاضرين ولا ما حاضرين؟ خلاص ما بنقبلك نحن، وانا ذاته حاضرين. يا جنى معقول يا اخي؟ والله قال حاضرين عشان كذا ما بنقبله. الألباني إذا تقالوا بيقعد كذا دي بيكون زهجان، بيقول ضعيف، بيكون متكيف، بيقول صحيح. الألباني مش أقرأ السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، والله لما تموت إن شاء الله ما بتقرأها لأنه ما بتفهم فيها شيء، هي اللغة العربية ما بتفهم شيء. الزول لا يا جماعة بجيب الحديث بجيب متنه بيقوم بعائل الحديث ذا، المتن ده ذاته القرآن شت الحديث ده مخالفه، وما في حديث بخالف القرآن. السنة شد في حديث مخالف الحديث ذا؟ لا. ده المتن جوا السند ذاته، بيمسك السند ده من الزول الأورد الحديث في الكتاب، مثلا الترمذي حدثنا فلان عن فلان عن فلان للرسول عليه الصلاة والسلام، بيمسكوا النفر نفر، فلان ده سيرته كذا معروف بالصدق ولا معروف بالكذب والعلماء قالوا فيه كذا، ده مرق البعد البعد البعد. لما نلقى السند كله نظيف والحديث المتن موافق خلاص الحديث صحيح، كذي الشغل ده ظابط ولا ما ظابط؟
لقاه فيه لك لك أو كذا أو كذا، ضعيف الحديث، بيقول ضعيف. تقول ليه؟ عشان في زمننا ده أنا ما بقبله، والجامعة دي ما في زمنك ذاتها، الدكتور ما في زمنك برضو ما تقبله.